السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة والمغفرة لكل الشهداء وأجل الشفاء لكل جرحى، وربنا في كل أسير، ونتمنى كل مفقود يرجع إلى أهله سالما. اللهم احفظ السودان والسودانيين وأنصر قوات الشعب المسلح. أجد لكم بفيديو جديد مراكز محمد أبو الذهب، كلام جد جميل. إذا راكم نحضر الفيديو أول حتى نبدأ نجي نعقب معكم، ولو تشاهدنا أول مرة ما تنسى إنه تتأمل بالاشتراك في القناة. أول حاجة بداية بعمليات عسكرية على مستوى أحياء أم درمان، المهندسين كالعادة تدوين مدفعية، يا أخواننا اشتغل الشغل كبير جدا جدا على مستوى أحياء المهندسين، لأنه سلاح المهندسين ده أكتر حتة يا أخواننا اللي هي شقالة فوق الميليشيات على مسألة بتاع التدمير. سلاح المهندسين أحياء المهندسين يا أخواننا حصلت فوق عمليات بتاع شغل جميل جدا جدا الليلة، جميل مستوى أحياء المهندسين. تدويل المبدأ عبر المدفعية الاستراتيجية الدقيقة، أحياء مبدأ شغل بتاع مدفعية استراتيجية دقيقة. بحري كذلك. بحري يا أخواننا الليلة الكيلو، محطة الكيلو يا أخواننا فيها ارتكاز اللي هو الحلفاية، الكيلو فوق عملية بتاع ارتكاز. الارتكاز ده يا أخواننا الضرب، والليلة ممكن يكون فوقه فردي واحد يا أخواننا ديل المتواجدين بغادي. المنطقة دي يا أخواننا ضربت ضربة جميلة جدا جدا وأسفرت عن اغتيال 4 من ميليشيات الججويد. طيب الحاجة المهمة جدا جدا اللي هي أنا داير أول حاجة أمهد للناس إنه دايرين نتكلم فيها يا جماعة، طلعت أخبار عن إنه ضرب تدمير الكوبري بتاع شنبات، تدمير الكوبري بتاع شنبات أو فصل الكوبري بتاع شنبات. يا جماعة الكلام ده ما حقيقي، الكلام ده ما حقيقي للأمانة. يعني ما هو لازم الناس شنو تعرف تماما تفاصيل الشيء قاعد يحصل. شوفوا يا ناس، من 200 من نادي بعملية بتاع تدمير الكوبري ده أو فصل الكوبري بتاع شنبات والكوبري المنشية والكوبري بتاع سوبا، دي الثلاثة كبار يا أخواننا نحن من نادي بعملية بتاع شنو فصلة. كل الناس عارفة تماما إنه أكتر الأماكن اللي بيخشوا بها ميليشيات الجنجويد اللي هو الكوبري بتاع شنبات، دي أكتر مكان بيجيب عملية بتاعة فزع، بيخلق عملية بتاعة فزع للميليشيات بتاعة الجنجويد. وتكلمنا في الكلام ده كتير جدا جدا، ووصلنا رسالتنا للقوات المسلحة في إنه حتى في مهندسين يا جماعة رفعوا تقارير إنه الكوبري ده بيتفصل، الكوبري ده تحصل له عملية بتاعة فصل. لكن وما زلنا من نادي بإنه الكباري الثلاثة دي تتفصل يا إخوان. أول حاجة الكوبري بتاع شنبات أم درمان، وده أكتر مكان يا إخوان متضرر منه بحري، بحري تحديدا أكتر مكان متضرر بحري دي من الكوبري بتاع شنبات ده يا إخواننا فاتح. ليه؟ لأنه المنطقة بتاعت أم درمان، منطقة أم درمان دي يا إخواننا منطقة شاملة ومنطقة كبيرة جدا جدا، منطقة كبيرة جدا جدا، والدخول لميليشيات الجنجويد والحشد بتاع ميليشيات الجنجويد اللي هو على مستوى الأحياء كلهم يا إخواننا بيخشوا بحري بين كوبري الحلفاية، ما يخشوا بهم لأنه حق القوات المسلحة، كوبري القوات المسلحة ده في القوات المسلحة، كوبري الفتيحات ما بيقدروا يا جماعة. طيب بخشوا بين الحشودات الكبيره جدا جدا وناس بوال اللي بيتكلموا والكذاب بوال وغيره من الجنجويت الكتار دي كلهم يا اخواننا بيخشوا بين بيخشوا بالكوبري بتاع شنبات. طيب هل القوات المسلحه دي هي ما قادره تضرب الكوبري ده؟ قادره تضرب الكوبري ده، قادره. طيب ليه ما قدرت تضرب الكوبري بتاع شنبات؟ طيب ده بقول لك شأن عسكري، ما تتدخل لنا في شأننا العسكري. طيب جميل جدا جدا، الليله اللي حصل شنو؟ الليله تحديدا اللي حصل شنو في كوبري شنبات؟ في ناس كثير يا اخواننا طلعت تتكلمت عن انه الكوبري اتفصل. لا الكوبري ما اتفصل يا حبيبنا، انا بديك معلومه مؤكده، الكوبري ما اتفصل، كوبري قاعد. لكن حصلت عمليه بتاع الضربه، هل الضربه دي المقصود بها الكوبري؟ لا ما مقصود بها الكوبري. انا داري اوريك حاجه، اول حاجه يا اخواننا الكباري دي يا اخواننا شفتوا الطيران المسير ده يا جماعه، الطائرات المسيره دي بتشيل المغزوفه الواحده دي يا اخواننا ما بتدمر كوبري، دي اول حاجه الناس تعرفها، ما بتدمر كوبري يا جماعه. الكوبري ده اخواننا بيتدمر بالميج بشغل البراميل المتفجره دي، بتدقه بتفجره، لانه يا اخواننا اذا كان الصواريخ بتاعت المسيره دي الصغيرونه دي بتدمر الكوبري، مع عربيه واحده جايه شاحنه جايه ماشيه بفوق يا اخواننا ممكن عادي تدمر الكوبري دي، توقع الكوبري ده الوطن يا اخواننا. ما في كلام زي ده. الحصل كالاتي، اول حاجه الناس لازم تعرف تماما تفاصيل الشيء اللي حصل الليله في شنبات، كوبري شنبات تحديدا باتجاه ام درمان. ركز معي كويس واعرف، انا بديك الحقيقه ووريك التفاصيل الحاصل شنو. شوف قوات المسلحه دي متابعه واحد من الجنجويد ديل بمعلومه يا جماعه، بمعلومه اللي هو عقيد من ميليشيات الجنجويد متابعه القوات المسلحه، في شغل استخبارات كبير جدا جدا متابعين الزول ده. طيب الزول ده كان في منطقه فيها تواجد المواطنين
وكيف في امكانهم كانوا يضربوه في الحته ديك، وحصلت عمليه بتاع الضربه. انا بغض النظر عن انه المنطقه وين حصلت عمليه بتاع الضربه، والزول ده هرب. طيب اثناء الهروب حق الزول ده من ام درمان، ما هو المدخل واحد، ما عندهم جهه بيقدروا بيستخدموها الا شنو؟ الا الكوبري بتاع شباط. جا ماشي بالكوبري بتاع شباط، يعني بمعنى شنو؟ اثناء ما هو ماشي قبلي المدخل بتاع الكوبري، قبل الطلوع بتاع الكوبري كلكم شايفين، لما انت جاي طالع من الملازمين يا اخواننا الكوبري ده، وانت جاي ماشي فوق بيجيك قبل النفق في علو، في علو قبل النفق في علو هناك في المنطقه دي، حتى بيجيك النفق حتى انت بتوصل شنو؟ الكوبري مباشره البحر. طيب الزول ده اثناء الطلعه ديك يا اخواننا حصلت العمليه بتاعت الضربه، وبيطايره مسيره، طيران مسير يا جماعه، طايره مسيره يا جماعه. حصلت العمليه بتاعت الضربه، الضربه هنا عربيتين، الضربه عربيتين. العربيه الاولى يا اخواننا حصلت لها عمليه بتاعت التفجير، اتفجرت العربيه الاولى، والعربيه الثانيه هربت. العربيه اللي اتفجرت دي يا اخواننا شايله فيها عمليه بتاعت قنابل المتفجره الصغيره صغيره دي، وبعض الزخاير. لما الضربة حصلت حصلت عملية بتاع الدخان أسود، كمية بتاع الدخان كبير جدا جدا، كمية بتاع الدخان ترمت الناحية الناحية الجنوبية بالنسبة للكوبري اللي هي مع المدخل فوق، انترمت الحتة دي ترمة صغيرة، يعني ترمة ما بتعمل أي حاجة يا أخوان، ما بتعمل أي حاجة. طيب ده، والعربية الثانية هربت، دي حقيقة اللي حصلت. أما مسألة إنه الكوبري ده يا أخوان اتفصل، والله العظيم ولا والله والله أنا بقول عليكم، ولا القوات المسلحه نفسها، احنا التواصل مش خليك من التواصلنا مع القوات المسلحه، ده جانب، ده خطو جانب الناس ما دارين نتكلم فيه، لكن حتى فكره من القوات المسلحه على اساس ان تفصل لها اي كوبري يا اخواننا، في مهندسين، مهندسين يا اخواننا قبل فتره اعدوا خطط متكامله ورفعوها للقياده على اساس ان شنو يفصل الكباري ده بضربات معينه، والضربات دي ما بتاثر على العظم بتاع الكوبري نفسه، ويعني في ممكن في خلال 5-6 يوم عادي جدا جدا نفس المهندسين اللي عملوا الدراسه الكليه دي بيقدروا يرجعوا الكوبري زي ما كان، زي ما كان. الليله الكلام ده عنده 3 شهور يا اخوان، 3 شهور نحن بننبح في الجزئيه دي، 3 شهور نحن بننبح في الجزئيه دي، ما حصلت الحاجه دي. فالحاصل يا هو قلنا لكم الحصل بتفاصيله، الضربه ما اثرت ولا والترمز صغيره كده بالجنب، ما في اي حاجه، والدخان الكتم فوق ده يا اخواننا اللي هو العربيه اللي دقت بالطائره المسيره، بالطيران المسير ده، هي بتحمل شنو؟ فيها زخاير وبعض القنابل المتفجرة دي، اتفجرت يا اخوانا العربية الثانية هربت. ده الحاجة الحاصلة تماما. اما مسألة انه الكوبري الدقة يا اخوانا نحن ما نكذب عليك، والله ما من والله ما منديك معلومة كذب، وما منديك كلام فارغ، منوريك الحقيقة، بس انت شيل الحقيقة دي وخدتها معك، اصله ما داري، بس نديك الحاجة الحقيقة دي وانت تاني استلمها. طيب انت قال لك انا ما داري الكوبري الدقة، انا اقسم بالله العظيم دار اسي الليلة ده، داري القوات المسلحة اسي حاليا، تدق الكوبري ده شفته تفجره عديل، تفجره، تفجر الكوبري ده عديل، واتبنى بحق منه؟ ما اتبنى بحق الشعب السوداني، تفجر الكوبري ده عديل، لكن ما تفجر، لكن ما تفجر الكوبري. بعدين ما في طائرة مسيرة يا اخواننا بتدمر لها كوبري يا جماعة، اخواننا الحين نكون يعني انت ذاتك الليلة لو ما يعني براك كده افهم، الطيران المسير ده اخواننا بوقع قنابل كده، بوقع الدبك دي، دي يا اخواننا ما بت يعني الكوبري ده اذا كان قنبله بتاعها زي دي بتقع بتدمر الكوبري ده وبتفصله، ما ممكن يجي دفار او دف شاحنه شايله براميل او ثقيله عادي ممكن تقدم الكوبري ده. فده الحاصل يا اخوان، ترجع للايفات القديمه بتلقى انه الكلام ده قلناه بالنص، تخوف البرهان من القوات المسلحه انذاك، كان في تخوف كبير جدا جدا من القوات المسلحه نفسها. طيب تم تحييد سلاح المدرعات، ودي أكبر غلطة ارتكب البرهان بالمناسبة، أكبر خطأ ارتكب البرهان، وهو عارف تماما إنه الشيء ده خطأ كبير، وده سبب برقب الجنجويد في إنهم دنو داري يخشوا. طيب تم تحييد سلاح المدرعات، لما نقول لك تحييد، شفت الرسين بتاعت الأسلحة حقت المدرعات كلها اتنقلت اتوزعت على اتجاهات معينة، بمعنى سلاح المدرعات في داخله يا جماعة جنود وضباط وإشلاك وأسلحة دبابات وأسلحة خفيفة، ركز معي كويس، أسلحة خفيفة دي خلت إنه الجنجويت لأنه عارفين تماما إنه السلاح المهندس سلاح المدرعات ده جواه في ضباط وفي جنود، وإنه هم سيطرتهم عليه ما معناها إنه السيطرة على سلاح ولا الكلام ده، لا، سيطرتهم عليه بتديهم عملية بتاع الدفع معنوي وتنفيذا لأوامر الجنجويت أحمدتي، بإنه الكلام اللي اتقال له من اللواء نصر الدين آنذاك وحاليا فريق بانه يخش سلاح المدرعات دي جوا
طيب تحييد السلاح ده بقى برقب الجنجويد، لاحظ تحييده أصبح برقب في الجنجويد إنهم شنو يجوا يخشوا، وإصرار الجنجويد لأنه باعتقادهم إنه في داخل سلاح المدرعات ما في حاجة، جنود وسلاح خفيف بسيط، ده تفكير. طيب اتوزع السلاح ده على المهندسين، على وادي سيدنا، على وين على وين السلاح بتاعنا. طيب الدقات القديمة المضت دي كلها الناس لازم تعرف، الدقات القديمة والجنجويد دي دخولهم كل الفترة المضت دي، انت عارف دار اديك معلوم، دبابات وشغل بتاع جنود، والله العظيم اقسم بالله دبابات وشغل بتاع جنود فقط، الاسلحة المعروفة العادية دي والله الاستماتة الحاصلة دي كلها شغل بتاع ضباط وجنود يا اخواننا، والسلاح بتاع دبابة وشغل بتاع جنس والكلام، سلاح خفيف كله سلاح خفيف. طيب لما حصلت العملية بتاعت الضغط الكبير جدا جدا على سلاح المدرعات، وانه كله الاسبوع الاول وانه كانت في عمليات هجوم متكرر، جاءت عملية بتاعت سلاح ومساعدة عبر الطيران، شغل بتاع الطيران. طيب طيلة الأيام المضت دي الطيران كان شغال في عملية بتاعت مساعدة لسلاح المدرعات للجنود والضباط الموجودين جوا، عملية بتاعت مساعدة. طيب فقط الأسبوع المضت الطيران بقى ما قاعد يضرب، أنت عارف ليه؟ لأنه بحمد الله سبحانه وتعالى قدرنا إنه السلاح الجديد والثنائيات والشغل المتطور ده كله والليزر ده كله بحمد الله سبحانه وتعالى الآن متواجد على مستوى سلاح المدرعات، الحمد لله رب العالمين الآن متواجد على مستوى سلاح المدرعات. طيب الجنجويد دي الداقو مر ما بعد مر عبر السلاح بتاع المدرعات الجديد، الدق بدق ما طبيعي، وكل يوم يا اخواننا بموتوا لهم ناس، وكل يوم كانت عندهم العملية بتاعت انهم دارية. طيب سألت واحد رايد داخل المدرعات، ركز معي كويس في الكلام اللي حقوله ليك ده، سألت واحد رايد قلت له يا سعادتك يا اخي انتو دشن اللي بتعملوا فيه ده يا سعادتك يا اخي، كل يوم سلاح المدرعات، كل يوم الناس جايه خاشه، كل يوم الجنجويت، وكل يوم الاناء، وكل يوم يا اخي انتوا الجنجويت دي يا اخي ما توقفون من هناك. ده لا يا ابو حميد انا داري اديك لها على بلاطه. قلت له يا اخي الكلام اللي حتقوله لي ده هل بيسمح لي يا سعادتك اني اطلع اقوله للشعب السوداني وللملا؟ قال لي قوله طوالي، قوله لاي كان. طيب قال لي يا محمد الجنجويت دي نحن قال لي بتحصل لنا عمليات بتاع التمشيط على مستوى الأحياء المحيطة بالمدرعات، ومنطلع طلعات كثيرة، قال لي من اكتب لهم في الحيط حضرنا ولم نجدكم، منعمل تمشيط ومنجي راجعين. قال لي إشكاليتنا إنه إنت ممكن تقدر تقول إنه العملية بتاع التأمين الأحياء وده ما شغلنا، ده شغل القيادة إنها توجه، ده شغل القيادة، ده ما شغلنا نحن، إنتوا الكلام ده وجهوه للقيادة، لكن نحن شغلنا عملية بتاع التأمين السلاح ده وتأمين المدرعات، ده شغلنا نحن. قال لي في تواجدهم على مستوى الأحياء بنمشي من مشط ومنجي راجعين من خش مدرعاتنا الناس دي، قال لي الإشكالية الكبيرة إنه عمليات ضربهم، إنه إذا اتخذنا من فكرة بتاع التدوين بأسلحتنا الموجودة عندنا في الداخل تدوين الأحياء دي، قال لي حيموتوا الآلاف. أقسم لي قال لي أقسم بالله لو استخدمنا شغلنا بتاع المدرعات على اتجاه الأحياء المحيطة بالمدرعات دي زي الشجرة وزي وين يسرب وزي الجوز، وقال لي أقسم بالله يا أبو حميد والله قال لي عندنا سلاح، قال لي لو استخدمناه واتجاه إنه جنجويت هنا والله قال لي يموت الآلاف من الشعب السوري، آلاف قال لي دي ممكن تقوم في ضربة بتاعت أقل من ساعة، آلاف مؤلفة قال لي دي اللي بيموتوا. نحن قال لي حريصين كل الحرص على إنه الجنجويد دي ينتهوا بقدر المستطاع بانه ما تكون في الخسائر، عارفين في خسائر كميه في الارواح لكن ما تكون الخسائر الكبيره جدا جدا في الارواح، بس تكون باقل الخسائر، باقل الخسائر. قال لي نحن كل يوم بنفقد دفعتنا، كل يوم بنفقد جنود وضباط، لكن من كبد العدو خسائر كميه كبيره جدا جدا من كبد العدو. طيب السلاح الجديد يا جماعه الان متواجد وشقالين به، والحمد لله حتى الطيران ذاته الان جنود ضباط جوا المدرعات بيجوا ما محتاجين، ما محتاجين. قال لي يا اخي نحن لما نجوا خاشين بنكون
عرفنا التجمعات بتاعت الجنجبيل. قال لي لما نحس انه استخبارات تدينا المعلومة الكافية انه في تجمع كبير جدا جدا للميليشيات، قال لي هنا بنستخدم الطيران المسير، بندقهم بالطيران المسير. قال لي لكن الناس دي اللي بيكونوا جوا الاحياء وفي متعاونين قال لي في داخل الاحياء، انت عارف قال لي الطوابير على مستوى الاحياء. قال لي الناس دي اللي بيشتغلوا بمفهوم الفزع وبيجوا خاشين. قال لي دخلتهم بالعكس، نحن قال لي في عمليه بتاعت استعداد دائم، استعداد دائم في داخل سلاح المدرعات، سواء كان الناحيه الشماليه، الناحيه الشرقيه، والناحيه الغربيه، والناحيه الجنوبيه كلها. قال لي نحن في عمليه بتاعت استعداد دائم اساسا، نحن في استعداد دائم. طيب قال لي لحد ما نكتشف انه الناس دي طريقه دخوله. قال لي لما يجوا المدرعات بنسحب لهم الارتكازات. والله يا اخواننا ده كلام ضابط واستأذنت منه وقلت له يا اخي انا بقدر. قال لي يقول قال لي بنسحب لهم الارتكازات لانه قال لي ما دارين ننقل المعركه. قال لي ما دارين ننقلها في احياء، لانه قال لي يا اخي نحن جوا المدرعات دي قادرين تماما على الناس دي، ودقيناهم 200 مره. قال لي بيجوا جوا المدرعات دي من دقهم من شقامون جقم الويل جوا المدرعات، وهم قال لي مصرين ومصرين على دخولهم، ونحن قال لي مصرين على انه شنو ما دارين ننقل المعركه دي الاحياء، لانه قال لي الاحياء اللي حوالينا دي قال لي كلها عمارات، ما بيوت عاديه. لو كانت قال لي بيوت عاديه قال لي عادي ممكن الموضوع ده شنو ما يتاثر بالاسلحه الموجوده عندنا، لكن قال لي طالما انه الاحياء دي كلها عمارات قال لي لو نقلنا الحرب دي هناك قال لي شفتها حنعمل على انه تدمير العمارات الموجوده دي، وفي نفس الوقت قال لي ما حنقدر انه نكبدهم خسائر كبيره جدا جدا. عشان كده قال لي لما يجوا ما تفتكر دخولهم المدرعات، لما يجوا يخشوا المدرعات ما معناته انه هم قال لي اي بخشوا، لكن قال لي المعركه يتصوروا قال لي لكن ما في اي قوه قدرت تخش المدرعات طلعت بكامل مقدرتها دخلت بها من الاول. قال لي اقسم بالله ما في قوه خشت المدرعات طلعت زي ما هي، اي من طلع والليل اخواننا باشري القوات بتاعت باشري والعقيده الجنجويتي ما عارف اسمه يوسف ولا اسمه شفتوا البل بتاع الليله ده بالسلاح الجديد ده؟ والله ده البل اللي حصل بتاع الليله الفوق ال 80 جنجويتي تم جقمه ومدرعتين وتاتشرين الليله دي استلموهن يا اخواننا، استلمتهن القوات المسلحه حيه. خلى منو؟ خلى الجنجويتي جلحه. محمد كلام جميل جدا وكلام منطقي، يعني كنا نتمنى انه الكبر يتفصل. يعني اخبار قبل كلها نقلنا من الناس، يعني بنقول اخبار موثوقه، يعني ما بجيب اخبار كاذبه ساكت، واذا كذب بطل بقول كذب. كنا نتمنى يعني قبل ذلك قلنا انه نتمنى الكلام ده يكون صحيح، فاذا كان ما يتدمر برضه كبر لازم يكون خارج الخدمه. الجيش عنده رؤيه حقه، عنده استراتيجيه بيشتغل بها، لكن نتمنى انه كبار ده يتفصل عشان الناس ده يكون محكمين في مكان واحد. والله قصة المدرعات يا اخوانا قصة كبيرة جدا، جنجويد دي مصرين اصرارهم انه دخول المدرعات دي عندهم اهداف ثانية، وهم نازل اذا بره في فيديوهاتهم بيتكلم انه اذا كان استلمنا المدرعات دي الخرطوم ده كله بيوته مستوى بمستوى واحد، المساكين والناس الاغنياء كلهم يكونوا مكان واحد. ناس يا اخوانا هدفهم هو تدمير فقط، تدمير السودان. عندهم فيديو بره عملوه في كردفان، طبعا بدوا لحشد انه يجي يقاتلوا. فيديو ده امس كنت ده نزل وخلنا فيديو ده ناس كتار ما لقوا. والله فيديو ده خلنا كلام خطير جدا، يعني الموضوع ده واضح وصريح. هدفهم الاول هم هو بناء دولة العطاوة، ده كلام الهدف الاول، ونتمنى ان فيديو النشر والناس الداعمين او ناس الحياة ده يسمعوا الفيديو ده عشان زول يفتى راسه الناس دي هدفهم شنو. الناس هم بيقولوا كله نموت يعني ننتصر، بس ما عندهم حاجة رجعة ثانية كده. انا فيديو ده بنشره لاحقا ان شاء الله، نتمنى انه الجيش ينتصر والناس دي تحزم، لو الناس دي افكارهم ما كويسه.